بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الواتساب وفر ميزة ينتظرها الكثير من الناس، وهي نقل المحادثات من آيفون قديم إلى آيفون جديد بطريقة سهلة. فكل عليك أنك تدخل على الواتساب من جهازك القديم، وبعدين تدخل على الدردشات، وبعدين راح يظهر لك خيارات نقل الدردشات إلى جهاز أندرويد أو نقلها إلى آيفون. فلو جينا دخلنا على آيفون الآن، فيقول هنا انقل سجل دردشاتك الخاصة في خصوصية تامة مشتملة على أحدث رسائلك دون الحاجة إلى استخدام آي كلاود. فالآن نضغط على البدء، فهنا راح يقول لك أنه نزل الواتساب على هاتفك الجديد وسجل الحساب برقم الهاتف نفسه. يعني لازم تدخل على الواتساب في تليفونك الجديد وتسجل برقم تليفونك، وبعدين راح يظهر لك كيو آر كود تصوره من جهازك القديم، وبعدين راح تنتقل كل المحادثات. الحاجة المهمة اللي لازم تعرفها أنه لازم يكونون الجهازين على نفس شبكة الواي فاي. لو ما كانوا على نفس شبكة الواي فاي ما راح تنفع الطريقة هذه، فهذه حاجة أنت لازم تنتبه لها. الحاجة الثانية أنه الآن مذكور لك هنا في الإعدادات أنك لو دخلت هنا الدردشات نقل الدردشات إلى جهاز أندرويد. فلو بتنقل من آيفون إلى أندرويد الطريقة ما راح تكون سهلة عن طريق الكيو آر كود. فلو ضغطنا هنا فضغطنا على البدء، فراح يقول لك انك لازم تجي تشبك كيبل وتنقلها بالطريقه هذه. فالطريقه ما تنفع من ايفون الى اندرويد او من اندرويد الى ايفون، فلها طرق ثانيه في النقل. فهذه الميزه اللي كان ينتظرها الكثير من الناس. هل انا افضل هذه الطريقه؟ بصراحه انا ما افضلها كثير، والسبب انه لو انت مشتري ايفون او بتنقل معلوماتك من ايفون قديم الى ايفون جديد، ففي طريقة سهلة تنقل كل معلوماتك بحيث أنه جهازك الجديد راح يكون نسخة بالضبط من الآيفون القديم. تدخل على إعدادات، وبعدين تدخل على عام، وبعدين تنزل تحت وتختار نقل أو إعادة تعيين الآيفون، ومن هنا في التحضير لآيفون جديد. فأنت مجرد أنك تضغط على البدء هنا فراح يبدأ النقل، وراح يخزن نسخة من كل معلوماتك على الآي كلاود. مجرد أنك أنت تشتري جهازك الجديد تدخل فيه بنفس حساب الآي كلاود وراح ينزل كل حاجة على جهازك الجديد. فهذه الطريقة تنفع لو أنت بتحول من آيفون إلى آيفون. وطبعا ليش أنا ما أفضل الطريقة هذه اللي قبل شوي ذكرتها أنا؟ لأنه فرضا لو جهازك ضاع، لو جهازك خرب، فما راح تقدر تنقل محادثاتك. فهذه ممكن تصير في أي لحظة، الأجهزة ممكن تخرب في أي لحظة. فهذه تنفع إنه جهازك شغال وأنت حاب تنقل المعلومات إلى جهازك الجديد، لكن لو تليفونك عطلان ما راح تقدر تنقل محادثاتك. فهذه هي اللي أنا ما عجبني في الطريقة. الأفضل أني أنا أستخدم أنه الآي كلاود يخزن معلوماتي وأنا أقدر أحملها متى ما بغيت. إذا تقولوا لي هل تنفعكم هذه الطريقة؟ هل تحسون أنه كلامي صح أنه الأفضل أنك أنت تعمل باكب في كل فترة؟ اكتبوا رأيكم في التعليقات. يعطيكم العافية، ونشوفكم إن شاء الله مع فيديو قادم.